ناخد ميار. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام منور؟ الحمد لله، اهلا بيك يا ميار، اتفضلي. اهلا وسهلا. عايزه بس اقول لفضيله الشيخ سؤال. اتفضلي. انا مخاصمه ماما يعني قبل العيد، يعني يوم السبت قبل العيد بيوم واحد بس لوقفه العيد. تمام. يعني انا مخاصماها وهي يعني احنا عاملين مشكله، هي بدات المشكله الاول واحنا خصمنا مع بعض. انت عندك كام سنة يا ميار؟ 19. طب في حاجة يا ميار اسمها مخاصمة ماما برضو؟ ميار اوعي تكوني قفلتي. لا انا ما قفلتش. طيب يعني ايه مخاصمة ماما بس؟ دي ماما، قوليلنا. طيب عملنا مشكله، هي بدات الاول، فانا عايزه اصلحها، مش عارفه اصلحها ازاي. طب احكي لنا بس ايه المشكلة اللي حصلت، وبعدين بلاش هي اللي بدأت الأول، دي ماما 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 يعني الدنيا كلها. قوليلي ايه اللي حصل. اللي حصل قالت لي ايه، تعالي يا ميار عشان ننزل نجيب جزمة او اي حاجة عشان فرح اختك. تمام. فعملت خناق مع بعض. قالت لي عشان انا باخد يعني بحط حاجة في وشي، يعني كريم بتاع الفسفيس والحاجات دي، تمام. فسبت بقى الموبايلات والكريمات وكل حاجة. افتكرت ايه اللي هي هجيب لك جزمة وهتعدي عن دخلت، عشان انا عن دخلت على طول. بس فعملت خناقة، قالت لي يا بنتي باتي معايا. قلت لها لا. فعملت انا وهي قعدت ازعق لها مع بعض، وبعد كده مش انا عارفه ايه معلش اللي انا حصل. ما فهمتش يا ميار، انت بتقولي نازلين تجيبوا الشوز بتاع العيد او بتاع فرح اختك، تمام. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل قالت لي انا، هي يعني خالته قالت لي انا رايحه ايه الكوتشي، هتجيب لي الكوتشي بتاعت الجزمه بتاعت الفرح. دي خالتك مش مامتك. لا مامتي قالت لي تعالي يا ميار هوديكي نجيب الجزمه بتاعت الفرح وبعد كده نوديكي عند خالتك. تمام. فما يعني قالت لي سيبي الموبايل وسيبي كل حاجاتك دي. بدل راحت بالحاجات دي، فراحت عند ايه، قالت لك سيبي راحت البيت. موبايلك وحاجتك، يعني ما تاخديهمش معاكي يعني. قالت لي ما تاخدهمش معاكي عشان احنا جايين. تمام تمام، فهماني كده. سامع. بس اوكي فهمتك. فقالت لي راحت البيت، لقيت الجزمة في البيت وكل حاجة. قالت لي انا مش قادرة ايه، مش قادرة اقعد، انا مش قادرة انزل لعند خالته تاني. تمام فعملت لها مشكلة، قعدت اعيط وقلت لها عشان لازم اروح عايزة عند خالته. الموبايل. تمام. بس فانا مش عارفة، وقسمت بالله اللي انا ما حضرتش فرح اختي يوم الخميس اللي فاتت ويوم الجمعة اللي فاتت. ويوم الجمعة اللي فاتت انا ما حضرتش الفرح ورحت الاوبرا، وعملنا خناقة دلوقتي ومش عارفين نصلحها ازاي. انا مش عارفة عملت ازاي. انا مش عارفة، انتي زعلانة من اللي انتي عملتيه؟ انا زعلانة اللي انا عملته وانا غلطانة، مقتنعة انك غلطان؟ بس غصب عني والله يا لميا، طب بس اهدي غصب اهدي عني والله، عايك عليا. والنبي ما تعيطي، انا مش مستحملة. طيب اهدي اهدي اهدي. طيب يعني هي الجميل في الموضوع ان هي حاسه بان هي غلطت، وان هي بتبكي عشان خاطر طب كويس، يعني زعلت مامتها ما هي كده بتصالحها على الهوا اهوت. يعني. يعني والله لو ما كانتش قفلت كنت قلت لها قولي لها كلمتين على الهوا صالحيها بيهم. هو زي ما حضرتك اشرتي دي ماما، يعني ممكن الانسان يتعامل بنديه مع اصحابه مع زمايله، لكن الاب والام ما فيش نديه ما بينهم. هي المشكله حتى في لغة الكلام يا شيخ أحمد، يعني حتى إيه، أنا مخاصمة مامتي، أصل هي اللي بدأت، فالكلام هنا في ندية. عشان كده حتى أنا قلت لها يعني دي ماما، يعني أنا عايزة أقول لها إنها ده بعد مهم جدا. هي كل حاجة، هي الأمان وهي هي الحنان وهي طبعا الخوف الاول هقول والقلق لميار والاحتواء. هتروحي تحت رجليها، الجنة تحت اقدام الامهات وتعتذري لها، ونفس شعورك وبكائك ده، وانا غلطانه وما عدتش اكرر الكلام ده تاني، واكيد هتقبل اعتذارك. بس عايز اوجه رساله بقى للاباء والامهات. اتفضل. يا جماعه خطا كبير تعودوا الاولاد ان هم انداد ليكم،
الأب أب والأم أم، صحيح، والابن ابن، صحيح. يعني من الولاد هم صغيرين كده، كلمة بكلمة ورأي برأي وكلام بكلام، مشد على مستوى الحوار عشان نحتويهم. لكن في النهاية لازم نعودهم إن الأب له قدسية وإن الأم لها قدسية، ونعودهم كده الولاد هم صغيرين، لا اتعودوا إن يبوسوا، يبوسوا على ايدينا زي ما احنا اتربينا يا شيخ احمد. أيوه. يعني لازم يبوسوا على ايدينا، لازم يبوسوا على ايدينا، ولازم يحسوا ان في درجات كبيره جدا ما بين الاب والام وما بينهم، دول مش اصحابهم. يعني صح نختلف في الوضع الطبيعي، لكن بنعود الى مكاننا تاني سالمين. صحيح صحيح. ان دي ماما وان دي بابا، للقران الكريم اشار الى ذلك، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فبالتالي هو القرآن الكريم من العمل الدرجة دي، فجعل بر الوالدين بعد عبادة الله سبحانه وتعالى مباشرة. فأعتقد أن ده خطأ في التربية شائع إحنا بنقع فيه معظمنا. صحيح. أقع فيه. صحيح. الولد يشتمنا عادي، والبنت عادي خالص، والبنت بتكلم مع مامتها كأنها صاحبتها، وماله تكلم صاحبتها على مستوى الصداقه. ايوه حلو. انما على مستوى وانها تحكي، وان ما يبقاش في حاجه بتستخبى عن الام، بس يبقى البنت فاهمه ان هي بترجع لها عشان هنا النصيحه، عشان هنا الخوف، عشان هنا القلق، عشان هنا اللي هيدي نصيحه صح ما تضرش. ولازم يعرفوا كمان، نعرفهم ولازم نعرفهم كمان ان وصايانا لاولادنا ما هي الا من باب الخوف عليهم، مش من مش عشان احنا بنمنحهم عن حاجه. بالظبط. انا مش عايزه اتقل على انا شايف لا انا حديث دلوقتي مش لمايار خالص، مايار انا خلصتها خلاص، مايار انا خلصت خلاص مع الكلام. لا انا اقصد مايار واللي زي مايار، انا بتكلم يعني على بصفه يعني عامه، فكره انه بعض الاولاد ما بيبقوش قادرين يميزوا او يقدروا فكره انه الام هي في الاول وفي الاخر بتتعب عشانكم. يعني مثلا هي نزلت ولفت معاها عشان تجيب لها شوز، عشان عايزاها شكلها حلو قوي في فرح اختها، لما قالت انا تعبت ومش قادره انزل تاني، ففي اللحظه دي هنا ما تقبلش الكلام من الام، لا انت المفروض انك تقومي وما تقوليش انا تعبانه، وما تقوليش انا زعلانه، وما تقوليش انا مش قادره، وما تقوليش انا بيجي عليا اوقات مش قادره اسمع، مش قادره اتناقش، مش قادره اتكلم، مش قادره اتخانق. فانا مش عايزه اتقل عليها في انه يعني كويس قوي ان هي بتبكي وحاسه بان هي غلطت في حق والدتها، انا بس بتكلم بشكل عام عشان اللي زي ميار يبقوا قادرين يقدروا كويس قوي ان هي ما هيش مجبره انها تنزل وتلف علشان خاطر تجيب لك، هي بتجيب لك عشان بتحبك، هي مش مجبره ان هي تتعب نفسها وتهد نفسها عشان حاجه ترضيكي، هي بتعمل ده علشان عايزه تشوف فرحه منك وعايزه تشوفك كويسه. فاقل تقدير انه حتى يبقى الطبطبه ولا ايه يا شيخه؟ صحيح صحيح.